السلام عليكم يا رحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد صباحكم أينما كنتم. معاكم عطر الحياة، وصباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله جايلكم بوصفة هندية جميلة جدا، وبرضه هقولها في كل مرة، بعدد وصفاتي للمناسب ليك تقدر إن أنت تعمليه. ولكن عزيزي المشاهد، لو أول مرة بتزور القناة، فضلا منك وليس أمرا قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد. لايك وشير للفيديو إذا عجبك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم وإزاي إن احنا نقدر نطول شعرنا بثلاث أكياس من الشاي الأخضر. لو عندك شاي أخضر سايب، يعني مش في باكيت، اعملي معلقتين كبار. تمام. كل احنا محتاجينه في وصفتنا النهاردة 3 أكياس شاي، عشان تقدري ان انت تغذي شعرك. الشاي الاخضر بيعزز النمو، بيغذي البصيلات، بيعمل على تقوية الشعر، بيبقى من الوصفات اللي هي بتقوي وتطول الشعر بطريقة سريعة، يعني هتحصل على شعر طويل بطريقة سريعة. خلينا الاول ان احنا نقول لكم بعض الاطعمة اللي اثناء الوصفة دي حابين ان انتوا تاكلوها عشان تساعدكم. كمان البطاطا الحلوة، الفلفل الأصفر الحلو، البيض، اللوز، الأفوكادو، المحار. طبعا مع المداومة على الاهتمام بشعرك، دايما احرص ان انت تحط له زيت شعر كويس، وانا بفضل دائما وابدا زيت الزيتون للشعر، زيت زيتون بكر الشعر، جميل جدا جدا مع اي وصفة تطويل، بيجيب نتيجة سريعة وفعالة. انا هاخدهم في كوبايتين مية، تمام، وهبتدي ان انا اغليهم وارجع لكم تاني ان شاء الله. ورجعت لكم طبعا بعد ما غليتها، تمام، وهي لانها فتلة انا مش محتاجة ان انا اصفيها بمصفاية، يعني اهي تعصريهم لاخر قطرة، يعني تعصري كمان الفتلات، تعصرها معاكي بس ما ترميش الشاي الاخضر ده كفتلة، حطه في الفريزر وان شاء الله نعمله معاكم وصفة للهالات السوداء، هو والشاي الاخر اللي هو الشاي البني. طريقة الوصفة دي سهلة جدا، انت بتستني لما المية دي ما تكونش مغلية كده انها تبرد شوية، بعد كده بتحطيها على شعرك لمدة ساعتين وبتغسلي شعرك، بتكررها 3 مرات في الاسبوع، وانت بنفسك هتشوفي النتيجة. اهم حاجة علشان تضمني ان اي وصفة تطبقها هتجيب معاكي نتيجة الاستمرارية. الاستمرارية هي نجاح اي وصفة تقدر ان انت تطبقيها بكل سهولة وبكل سرعة. وصفة بسيطة وسهلة، يا رب تنال اعجابكم. وانا دايما بركز على الوصفات السهلة اللي هي تكون في متناول يد الجميع، عشان كل الناس تقدر تجيب الوصفات اللي انا بنزلها. يا رب الوصفة تجيب معاكم نتيجة، واللي هتجربها وتجيب معاها نتيجة ان شاء الله سيبي لي ده في الكومنتات. متابعين الكرام، لو بيعجبكم وصفاتي بالشكل عام ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.